مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ما في اليوم شكون معكم؟ معكم شيء. كيفكم يا جماعة؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم مثل العادة بفيديو جديد. فيديو جديد خفيف نضيفه كتير حلو. نحن حاليا بمول هون بمدينة كازان الروسية، وفيديو اليوم هو بناء على طلباتكم. كتير ناس كتبوا لنا حكوا لنا عن اسعار الالبسة، عن اسعار الثياب، عن اسعار الاحذية. поэтому мы решили прийти сегодня в мол и показать, что мы покупаем, что мы выбираем из одежды и какие цены есть. لهيك انا وداشا بفيديو اليوم راح نورجيكم اول شيء اغلى محل موجود هون بمدينتنا بروسيا وارخص محل ببيع ثياب هون بروسيا. И мы увидим, есть ли разница между одеждой очень дорогой и не очень дорогой. И скажем вам, как лучше, и вы напишите, как нам лучше. فخليكم معنا بهذا الفيديو نحضره سوا ونشوف اسعار الالبسة هون بروسيا. يلا. شو قررنا؟ قررنا ما بعرف. وحلا نحن دخلنا المحل اول فقط لبنات. Здесь вы можете найти любую одежду для любого времени года. Мы выбрали вот это. Сейчас стало холодно, поэтому я думаю, будет очень здорово в такую погоду. Так ребан на хамсе вот платин доллар. Yani 2100 рубль, هيك شيء. ايه. Но я думаю, что на Бали вы можете вполне найти такой же. عن جد هدول أكثر بلوز موجودين بالبالي. Если вы любите классику, необычные джинсы, то на работу или на учебу можно подобрать вот такие брюки. Так ребан 50 доллар. Ага. بينلبسوا مع بعض هدول، يعني إذا حدا بده يختارهم للبس ايه يعني مع بعضهم شو بصيروا؟ 80 دولار؟ 80 ايه. 85 دولار هيك شيء هدول تقريبا. после того как мы все посмотрели я нашла кое-что для себя, то что мне подходит по моему вкусу. это свитер, не знаю как по-арабски, تقريبا 85 دولار. البلوزة 85 دولار. هو حلوة. يعتبر هذا من المحلات الغالية، من أغلى المحلات. طبعا. هذا واحد من أغلى المحلات هون بروسيا يعني، أو بمدينتنا على الأقل. كتير حلو. كتير حلوة مزبوط بتدفي. يلا شو كمان؟ وا جاكيت تقريبا 110 دولار. 110 دولار او 115 دولار 7000 روبل هيك شيء. بديت جنسي. محطوطين جنب بعض تمام. 50 تقريبا دولار. 50 دولار يعني البنطلون جينز 50 دولار. البلوزة 85 دولار. والجاكيت 115 دولار. هذا المكان اللي نحن موجودين فيه الشركة هي شركة روسية، واللي ما بيعرف انه بسبب العقوبات على روسيا بعد الاحداث اللي عم تصير حاليا اغلب الشركات الاجنبية، شركات الثياب، شركات الاكل سكرت هون بروسيا. بس طبعا روسيا بلد ضخم وبلد كبير كتير وفيه ناس كتير وفيه صناعة، فهذا المحل هو شركة روسية من بين الاف الشركات الروسية. يعني سكرت الشركات الروسية، فهذا مو معناه ابدا انه ما عاد نلاقي مكان نشتري فيه الثياب. وكتير شركات روسية شافت انه هذا الشيء اللي عم يصير حاليا هو فرصة لإلها حتى تنتشر بشكل أكبر، لأنه أغلب الناس اتجهت هلأ على الشركات الروسية بعد ما سكرت الشركات الأجنبية آخر فترة. شو رأيك؟ رأيي تمام. حلوين عجبوك؟ ايه. بس هالجاكيت داشا بتنلبس بالشتوية هون بروسيا؟ ايه ممكن. ايه بس أنا شوف ولا انا بشك انه هلا انا هيك شيء مستحيل فيني البسه بروسيا بالشتويه لانه بموت من البرد. انا روسيه. فاذا نحن نحكي انه كل شيء لابسته داشا الجاكيت والبلوزه والبنطلون ب 250 دولار، يعني بالسوري حوالي مليون و100 الف بلوزه وجاكيت وبنطلون. لا عن جد؟ ايه طبعا. اما بروسيا كم؟ يعني حوالي 13 او 14 الف روبل. ايه. هو رقم كبير بروسيا؟ عادي. بس بسوريا تشيني مليون و100. شو هاد راتب شهرين تقريبا؟ بتعرفي شو الراتب بسوريا؟ 100,000. يعني راتب 11 الشهر داشا. انا اسف. اوكي هلا بيجي دور الشباب مشان يعرفوا شو الاسعار عندنا، فدخلنا على محل كمان يعتبر من اغلى المحلات يلي موجوده هون بروسيا. مثل ما انتم شايفين هي الجاكيت يلي انا اخترتها، سعرها لهي الجاكيت حوالي 165 دولار مثل ما انتم شايفين. وما نسميك يعني ما انها كثير مناسبه للشتويه. اما بالنسبه للجينز فشفنا هذا الجينز سعره 65 دولار. اما بالنسبه للبلوزه فرح ناخذ هي البلوزه رح نجربها. سعرها لهي البلوزه 4000 روبل يعني حوالي 65 دولار مثل ما انكم شايفين. رح نجربهم مع بعض ونشوف كيف رح يطلعوا مع بعض وكيف رح يكون سعرهم سوا مع بعض. هلا صار وقت التجريب.
مثل ما انكم شايفين هدول هاللون سعرهم 415 دولار، يعني اذا بدنا نحسبهم على السوري فهنن مليونين ليره. جاكيت وبلوزه وبنطلون ضيق للاسف مثل ما انكم شايفين، برضه صغير علي. مهم مليونين ليره يعني 415 دولار، هذا يعتبر من المحلات الغاليه هون بروسيا. اوكي يا جماعه، خلونا هلا نترك المول وتجربه الثياب يلي عم نصورها ونسال حالنا سؤال كثير مهم، نحن ليش بنحب الثياب الغاليه وبنحب الماركات وبنفضلها عن الثياب الرخيصه؟ بعام 2016 عملت جامعه امستردام الهولنديه تجربه ودراسه فاتوا فيها على مول للثياب وللاحذيه والى اخره، وهي الدراسه شملت 80 شخص كانوا عم يشتروا الثياب يتبضعوا يعني، فعرضوا عليهم صور لمجموعه اشخاص، هدول الاشخاص كانوا لابسين ثياب مختلفه، بعض الاشخاص كانوا لابسين ماركات، بعضهم كانوا لابسين ثياب جميلة وبعضهم كانوا لابسين ثياب بسيطة جدا. فباختصار نتيجة الدراسة أثبتت أنه غالبية الأشخاص اختاروا الناس يلي لابسين ماركات وفضلوهم عن الأشخاص يلي لابسين ثياب بسيطة، وحكوا أنه هدول الأشخاص برأيهم بيتمتعوا بمكانة مرموقة بالمجتمع وعندهم جاذبية وجمال وعندهم ثروة أكثر من غيرهم. وهذا بدل على أنه نحن البشر بشكل عام منميل للأشخاص يلي لابسين ماركات ومنفضلهم عن الناس التانيين البسيطين. أما السبب الثاني فهو أنه الشخص لما بيلبس ماركات وبيلبس ثياب غالية بيحس بالتميز والاختلاف عن غيره، والموضوع نفسي طبعا، فالشخص بيحس بينه وبين حاله انه متميز عن غيره وانه مو اي شخص ممكن يلبس الثياب اللي هو لابسها. اما السبب الثالث فما بيشمل كل الاشخاص، واللي هو انه الانسان يلي بيلبس ماركات بيكون عنده عقدة نقص، والسبب مثلا انه ممكن يكون المجتمع مهمشه او انه مثلا تكون مكانته الاجتماعية صفر، فبيعود عقدة النقص يلي موجودة عنده عن طريق انه يلبس ثياب غالية ويحس حاله أفضل من غيره من الناس الموجودين بهذا المجتمع المحيط فيه. ايه وبس هيك، هلا خلونا نرجع على المول ونكمل تجربة الثياب. نرجع هلا للفيديو وبعيدة عن شيء اللي حكينا لكم، يعني للأسف مبارح بعد ما خلصنا بالمول طلعوا كل المحلات الرخيصة مسكرة، فاجينا اليوم يعني تاني يوم حتى نشوف هلا المحل الرخيص، اجينا على محل اسمه سمشني تسيني، يعني الأسعار المضحكة بما معناه بالروسي الأسعار الرخيصة، هيك انهم بيلفظوها وبيحكوها. فاجينا على هذا المحل مثل ما انكم شايفين اسعاره تعتبر ارخص اسعار موجوده هون بكل روسيا، وطبعا فينا نقارنه بالمحلات الشعبيه اللي موجوده عندنا بالبلاد العربيه. وهي مثلا تقريبا 20 دولار وهي 50 دولار تقريبا. هاي 50 دولار والله هاي 20 دولار. ايه يعني هاي 20 دولار جاكيت، وهي الجاكيت الشتويه كثير سعرها 50 دولار. وهي اجيا تقريبا 65,000 بالليرة سورية، يعني 15 دولار؟ ايه 15 دولار يعني حوالي 1000 روبل سعرها. هدول الأحذية وهي أحذية للشتاء وتقريبا 25 دولار، بس هالوين ما بعرف إذا عجبكم أو لا. أو لا أو لا أو لا 25 دولار يعني حوالي 100,000 110,000 هذا الحذاء، ما بعرف يعني ما بعرف جودته. ابيض واسود وبني وما بعرف شو. صرتي بياعه هلا انت. الشيء اللي بدنا نخبركم اياه انه احنا ما خبرنا صاحب المحل انه عم نصور يمكن يمنعنا، فداشا ما فيها تحكي بالروسي فانا عم بحكي عنها. المهم خلوني انا اكمل لكم الاسعار الموجوده هون بروسيا. فمثلا هذا البنطلون اللي شفناه امبارح يعني بحوالي 50 دولار او اكثر بالمحلات الغاليه، او ب 70 دولار 80 دولار ماني متذكر، هون سعره 1200 روبل يعني 20 دولار، يعني هيك الاسعار، هيك الاسعار بهدول المحلات. البلوزه مثلا ب 10 دولار 15 دولار يعني بالسوري بحوالي 50,000 60,000. ولازم نتذكر انه هذا محل شعبي، يعني احنا ما عم نشتري من ماركات او شيء، عم نشتري من محل شعبي غالبا يكون صيني او هيك شيء يعني. بشار شو رايك؟ شو؟ هي اليك لي حفل زفاف. لي انا؟ ايه كثر خيرك والله. انا عمري ما لبست هيك ولا ممكن البس، ما بحب هيك ابدا. لا والله. لا ابدا مو زوي. انا امزح. اشتري لك يا إلك شو رأيك؟ 300 بس. روبل. شو 300؟ 300 روبل؟ ليه؟ عن جد؟ ايه يعني سعره كم دولار؟ 6 دولار؟ ايه 6 دولار والله والله شي حلو، 20,000 سوري. شو هيك دلع عشان اشتري لك واحد هيك؟ ما بعرف شو رأيك؟ إلي إلك أنت مو إلي أنا. لا شكرا. شوفوا مثلا هذا الحذاء يعتبر جيد هون بروسيا نوعا ما بما إنه فرو من جوا، شكله شوفوا شكله مانو سيء يعني. 20 دولار سعره كتير ظريف وجودته مبينة كتير منيحة،
فخيار كويس. في ناس بيحكوا لكم انه انا مثلا ب $100 بشتري مثل هاد 5 أحذية احسن ما اشتري حذاء واحد من محل غالي. وقبل ما ينتهي الفيديو بدي خبرك معلومة ممكن تصدمك. المعلومة بتقول انه صنع قميص واحد يكلف 2700 لتر مياه. 2700 لتر بالوقت يلي عم يعانوا فيه اخوان لقلنا بسوريا بلبنان باليمن بالصومال بالسودان من ازمة مياه قاتلة. وبعض الناس بهي الدول للأسف بيحلموا بلتر مياه واحد يا جماعة. طبعا ليش هذا الكلام اللي عم احكي لكم اياه؟ اكيد ما عم احكيه مشان انه يلا ما عاد تشتروا تياب او غيره، لا ابدا، البسوا وانبسطوا وعيشوا حياتكم. ولكن في بعض الاشخاص بيشتروا القطعة الوحدة بيلبسوها لبسة وبيرموها بيكبوها بيرموها بزبالة وبتروح هيك هباء منثورة. فمثلا اذا لبسنا القطعة لبسة وحدة ممكن نعطيها لشخص ثاني يستخدمها، هذا الشخص الثاني يعطيها لشخص ثالث ونعمل تدوير ما بيناتنا. او مثلا ممكن نميل للبالة، الملابس المستعملة والأحذية المستعملة. وبالمناسبة انا وداشا عم نفكر انه نعمل فيديو للأحذية المستعملة والتياب المستعملة بشكل عام هون بروسيا. فإذا حابين اكتبوا لنا بالكومنت حتى نعملكم يلا هذا الفيديو. وهيك فيديو اليوم خلص. مثل ما شفتوا يا جماعة وريناكم اغلى المحلات الموجودة هون بروسيا وارخص المحلات الموجودة هون بروسيا بمدينة كازان. طبعا فانتوا هلا مطلوب منكم انكم تكتبوا لنا التعليقات شو رأيكم وين أحسن إنه الواحد يروح يشتري من المحلات الغالية أم من المحلات الرخيصة، وهل يا ترى الأفضل إنه الإنسان يدفع كثير مصاري ويشتري ثياب ويعيش حياته وينبسط ويهتم بهذا الموضوع أم لا؟ هذا الموضوع بيرجع لكل شخص، لهيك حابين نسمع كمان رأيكم. وشو اعمل لايك سبسكرايب وكومنت كل عادة. تماما، ومنشوفكم بالفيديو الجاي بفيديو جديد وفلوج جديد. سلام، باي.